السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، مباريات نصف النهائي الذهاب اليوم الأحد 20/6/2021. اليوم كان عندنا مباراتين، مباراة نادي بيراميدز المصري أمام الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي في مصر، ومباراة كوتون أو القطن الكاميروني أمام شبيبة القبائل الجزائري في مباراة الذهاب في الكاميرون. خلينا نتعرف على نتيجة المباريات أو نتائج المباريات، ثم نتعرف على مواعيد مباريات العودة بإذن الله تعالى، ونتعرف على ترتيب الهدافين، ويعني نشوف لك كده يعني نشوف إيه توقعاتنا مين اللي ممكن يوصل للنهاية بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، اليوم الأحد 20/6/2021 نصف النهائي كوتون أو القطن الكاميروني خسر أمام شبيبة القبائل الجزائري 1-2. أحرز هدف القطن الكاميروني أراينا في الدقيقة 29، هدفي شبيبة القبائل الجزائري كيروم في الدقيقة الثانية من وقت نظر الضعف في الشوط الأول، واللاعب إيتامي نجومبي بيلعب للقطن الكاميروني أحرز هدف مرماه في الدقيقة 62. وبكده شبيبة القبائل يفوز على القطن الكاميروني في ملعب القطن الكاميروني في الذهاب 2-1، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لشبيبة القبائل الجزائري. يعني بيراميدز خسر آسف بيراميدز تعادل سلبيا أمام الرجاء الرياضة البيضاوي المغربي 0-0 على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم بإذن الله، ملعب 30 يونيو مش استاد القاهرة الدولي. النتيجة دي للأسف هي سلبية بالنسبة لبيراميدز، كده الرجاء محتاج فقط يفوز 1-0 في المغرب ويتأهل للنهائي بإذن الله تعالى. أعتقد الرجاء يعني مش صعب إن هو يعمل كده، الرجاء كان في نصف النهائي بالنسبة لدور الأبطال السنة اللي فاتت، فأعتقد بنسبة كبيرة هو اللي هيكون في النهائي، وأعتقد برضه شبيبة القبائل هو اللي هيكون في النهائي أمام الرجاء الرياضي البيضاوي، يعني النهائي هيكون جزائري مغربي بنسبة كبيرة. خلينا نتعرف على مواعيد المباريات بالنسبة للعودة. يوم الأحد 27 القادم بإذن الله تعالى 27/6/2021 شبيبة القبائل هيلعب أمام القطن الكاميروني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي هيلعب أمام بيراميدز 9 مساء أيضا بتوقيت مصر و 8 مساء بتوقيت المغرب، المباراتين في نفس التوقيت. القنوات الناقلة عندنا قناة بي ان سبورتس اتش دي 4 وبي ان سبورتس اتش دي 6، واحدة تذاع على القناة دي والتانية على القناة التانية، مش كده؟ بالنسبة لترتيب الهدافين، متابعين الكرام، متصدر الهدافين راينا لاعب القطن الكاميروني في المركز الأول ب6 أهداف، في المركز الثاني بين ميلانغو لاعب الرجاء الرياضي ب5 أهداف، وأجودا لاعب ريفرز يونايتد، وفي المركز الثالث سفيان رحيم لاعب الرجاء ب4 أهداف، وإيمانويل لاعب نفس ستارز، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ورضا بن سياح لاعب شيبة القبائل، وبويسي لاعب ساليتاس، وساي لاعب نوانجو. مركز رابع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ب3 أهداف، ومحسن ياجور لاعب نهضة بركان، وعلي محمد لاعب الاتحاد، وأغسطين أولادابو لاعب أنيمبا، وعمران صالح لاعب الاتحاد، وحمزة الأحمر لاعب نجم الساحلي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.